تفهم ونس. برحب فيكم من جديد مشاهدينا ونتابع هذه الحلقة مع ضيفنا النائب نقول نحاس مقرر لجنة المال والموازنة. هل على لبنان أن يدفع أو لا يدفع؟ هذا السؤال الذي بات يشغل اليوم كل اللبنانيين مثل ما قلت صار حديث الشارع. هل ندفع استحقاقات سندات اليورو بوند بتسعة أذار أم لا؟ أنا رأيي هيدا طبعا ما لازم يكون حديث الشارع أكيد، وحتى ما لازم يكون أنا رأيي محطوط بالندوات، لأنه الموضوع دقيق. وبرجع بقول لحاله ما بينطرح، يا في مشروع متكامل أو ما بينطرح. بس أنا بقول الموضوع الأساسي تبعه وتأثيره الأساسي تبعه هو ليجل، يعني قضائي ما قضائي، بالموضوع العلاقة يلي بتربط حاملين السندات بالدولة اللبنانية. هذا هو الموضوع الأساسي هون. إذا عنا طريقة أو عنا حدا، أو في طبعا في ناس بتقول بتدرس بتقول لا تأثير على لبنان من جراء عدم الدفع، إذا في ناس بتقول قضائيا يعني عم تحكي لا تأثير بمعنى أنه لن ترفع دعاوى، لا ترفع دعاوى، يعني ما لها تأثير، تحصل ملاحقات، ما لها تأثير غميق على وضع لبنان بالنسبة للخارج ولموجوداته. أنا بقول طالما لبنان اليوم فاقد القدرة على الدفع، الدفع لازم يكون مربوط بحل وليس اليوم مجتزأ. أنا هذا رأيي. إيه بس ما بس إلا قصدك إنه ما بندفع. إذا كان ما عنده إنعكاسات قانونية قاسية أو أقوى من قضية الدفع، لأنه نحن عنا اليوم السنة 4 مليار والسنة الجاية عنا أكثر، عنا نحن ما تنسي 30 مليار بندفعهم على كذا سنة. الموضوع مش موضوع المليار، موضوع قدرتنا على الاستجابة من هلأ لسنة وسنتين. حتما معنا مش كتير تأخرنا لحتى نحكم بشكل. يعني الحكومة لماذا تأخرت برأيك إلى هذا الحد بشكل بحسم موضوع من هالنوع؟ ما الذي تنتظره؟ ليش تأخرت بها بس؟ ما تأخرت بكل هذا الموضوع؟ أكيد عم نحكي كنا، ولأنما هلأ ما في استحقاق. طيب بعد أسابيع قليلة إن عمل موضوع سادر ب 2018 وكان هو العنوان الانتخابات، انه ب 2018 بنعمل ساد وفورا بنطبق ساد لنعمل اصلاحات لنعالج الامور يلي عم نحكي عنها اليوم. من جاب قانون واحد على طاوله مجلس الوزراء من جراء الخلافات السياسيه؟ بقى شو تاخروا؟ تاخروا عشرات السنوات، ما يتاخروا سنه وسنتين. انا عم اقول هذا النظام السياسي القائم لا يمكن ان ينتج قرار. انما بالنهايه بدنا ناخذ قرار من هلا لاسبوعين، يعني يا بدنا ندفع يا ما بدنا ندفع. برجع بقول بهذا الموضوع بالذات الاصلح انه يكون ضمن مشروع شامل. ولكن اذا قانونيا عنده انعكاسات اكبر من عدم دفعه ساعتها يدرس الموضوع. بس برجع بقول اليوم البحث مع اللي حاملين سندات معروفين، مش ما انه بينحكى معهم، اليوم لازم بلش ينحكى معهم. طيب من هم حملت هذه السندات؟ وهذا السؤال اليوم الكبير اللي عم نسمع كلام بدنا منك انه لو سمحت انه تشرح لنا اليوم مين هن حاملي السندات الحقيقيين. عم نسمع مليار. انه اليوم هالدين الخارجي هو فعليا رح يرجع لجهات لبنانيه، لمصارف لبنانيه، ومن وراء هذه المصارف من اصحاب النفوذ؟ انا رايي هو السند بنبيعه بينشرى. اليوم إذا بنعرف مع مين السند بكما بنعرف مع مين السند. فإذا السند مينو ثابت باسم ما بيتغير، بنبيع وينشرى. أكتبية السندات لما طلعت وقت صار السواب وأخذوها البنوك، عملوها لأنه طلب منه مصرف لبنان أنه يضخوا دولار على البلد، ضخوا دولار على البلد، أخذوا هالسندات. هاي بال 2016 نعم. هالسندات انباعت بالسوق لأنه البنك هذا مثل أسد عنده، له حق يبيعه. في شيء مباع اليوم، شو باقي بالسوق اللبناني، شو باقي بالسوق الخارجي على السندات؟ ما عندي اطلاع، وصعب لانه كل يوم بينباع وبينشرى. بس مبين لهلا باستحقاق ال 1200 مليار في حوالي 500 مليار 600 مليار، وما حدا بيقدر يعطي رقم دقيق مع الصناديق الخارجيه، صناديق الاستثماريه الخارجيه، وفي منهم هون. فهذا الموضوع انا رايي مش هذا المشكل انه شو ما يكون، لو في دولار واحد عند مؤسسه خارجيه بدنا نشوف الانعكاس تبعها. شو الانعكاس القانوني تبعها اذا تخلفنا؟ لانه انا بقول اذا فينا نستوعب هذا الموضوع افضل
انه هذا الموضوع يجي ضمن الخطه الشامله المتكامله يلي هلا بلشنا ان نفك بنحطها. وجاي بك اذا فينا نستوعب، يعني قصدك انه اذا ما بيكون في تداعيات انعكاس قانوني كبير، انا مع رايي طبعا انه لانه احنا بتعرفي الدولارات الباقيين بالبلد قليل كثير، الدولارات الحقيقيين باقيين قليل كثير، بنخليهم ليكون عندنا بالقليله نوعا ما من قاعده لنبلش فيها لما بنعمل المشروع الاصلاحي. نعم طبعاً. رح احكي بالاحتياط، لان عم نسمع انه ما في اموال مثل ما عم بينحكى، يعني او انه ربما في اموال وانما فعليا غير قابله للاستعمال بهيدا الهدف. هلا رح اسالك عن الموضوع، وانما قبل بموضوع المصارف، لانه عم نقرا يوميا يعني اخبار بيضيعوا الناس بهالموضوع. بنقرا بالنهار اليوم انه المصارف لجأت، وهي يعني من حملت السندات، لجأت في الاساس لنحو 60% من قيمه الاصدار الى بيع سنداتها الى صناديق خارجيه باسعار اقل بما بين 20% و30% بعدما بلغتها معلومات عن توجه الحكومة إلى دفع المستحق لحاملي السندات الأجانب مقابل عملية مبادلة لحاملي السندات المحليين. ارتفعت نسبة الأجانب إلى 80% ما وضع الدولة في وضع محرج حيال القرار الذي ستتخذه. شو يعني؟ ممكن، ما عندي معلومات دقيقة، ولكن الكل عم يتداول أنه كان الحصة الخارجية بالسندات من سنة أقل بكثير من اليوم. هلا في بنوك باعت، في بنوك اشتبت، هذا معقول، بس يعني هلا بعدهم لاخر لحظه عم بيجربوا يستفيدوا، يعني رغم انه هالقد البلد منهار وهالقد البلد مفلس، يعني بعد هيك المصارف لاخر لحظه وبالاتفاق مع مين اللي عم بيسهل هذا الامر؟ يعني لا انه البيع والشراء، عم تجرب تستفيد لاخر لحظه. البيع والشراء هين، والبيع والشراء بقول هذا جزء اساسي من منظومه الاوروبون. بس برجع بقول الاساس، اليوم اي عميل اي بنك شغلته انه يشوف كيف بده يامن مصالح المؤسسه اللي هو مسؤول عنها. هلا هذا قانوني، هذا اخلاقي، هذا مسموح، هذا غير مسموح، هذا الموضوع يبحث طبعا، ولازم يكون في هناك معايير نطبقها بشده على هذا الموضوع. بس اهم شيء لما بيكون في برنامج، لو وضع برنامج من 4 شهور من 3 شهور كل هذا ما كان صار، لانه هالبرنامج بيحدد شو بده يصير وشو ما بده يصير وشو قدرتنا، وبيبطل في عنا سبيكوليشن. سبيكوليشن هي جزء اساسي بيكون موجود لما بيكون ما في خطه واضحه. مشان هيك عم نقول تاخرنا كثير. المنيح انه هلا في تكنيكال اسيستنس، بس هيدي الخطوه الاولى ضمن خطوه الألف ميل. لانه وضع البرنامج المتكامل مش بهالسهوله، لانه في خيارات صعبه صلى الطبقه السياسيه عشرات السنوات عم تهرب منها. طيب المساعده التقنيه من الصندوق النقد الدولي رح يكون لها دور ايضا باتخاذ قرار باتجاه دفع او عدم دفع الدين؟ بيكون مشروع متكامل، ببين انه شو الاطر يلي بنسمح فيها الدفع واي، لانه ما في هلا لما بيقولوا لك انك انت بدك تحامي على سمعة لبنان، هذا مش مزبوط، لانه ما في بلد نحو اليونان وقعت بازمه مثل هيدي اذا ما اكبر، ولكن اليوم عم تتدين بالناقص، يعني الناس بتدفع لها تتدين منها. دونك طلعت من ازمتها، طبقت الاصلاحات، قد ايه اخذت وقت اليونان لحتى خرجت من هالمحل؟ 7 سنين بس مزبوط، بس اليوم اليونان وضعها سليم جدا. هذا الموضوع نحن نمشي فيه حتما، نحن رايحين بهذا الموضوع، ما حدا يياس. بس البشع او يعني اللي بيخوف انه الطبقه السياسيه ما عم تستوعب انه لازم تغير منهجها، تقعد لورا، تجيب اخصائيين يديروا حقيقه. نعم. هالازمه. طيب. هل في عم بتقول الدولارات قليل كثير؟ طبعا هذه اليوم الازمه موجوده. طيب من وين بده يدفع اصلا لبنان؟ يعني في حال قرر لبنان انه بده يدفع، هل فعليا في اموال؟ هل هذه الاموال يلي باقيه بالاحتياط، احتياط مصرف لبنان، هي قابله للاستعمال بهذه الوجهه؟ هون في شوية غشاوي، يعني بأي معنى ما حدا عنده الأرقام الحقيقية لمصرف لبنان. بسمع ب30 مليار، شو صحة هالرقم؟ بس شو لها التزامات؟ ما حدا يعني بهال بدك تعمل النتنج تبعها. في ناس بتقول عنده نيجاتيف، في ناس بتقول لا عنده 17، في ناس بتقول وفي مؤسسات دولية حطت أرقام، فيتش عطى أرقام، مودي عطى أرقام، كلهم عطوا أرقام. ما لازم يكون في شفافية. بس طبعا عنده قدرة انه يدفع المليار ونص، لانه ولا ما كان الموضوع محطوطه، واكيد عنده قدره اكثر من هيك. بس هيدي القدره ناتجه عن شو؟ عن اموال الناس، مش هذا ارباح له، مش امواله الخاصه،
هيدي ارباح اموال الناس يلي ما عم تقدر توصل لها. مش هيك الاشكاليه اليوم او الموضوع يطرح من باب انه ما لازم يصفي في تصوف باي الا ما يكون في خطه انقاذيه شامله، لانه هيدا حق اللبنانيين على الدولة، حق اللبنانيين على مصرف لبنان، حق اللبنانيين على كل المسؤولين انه ما يتصرفوا بشيء قبل ما يكون في ما هي مسؤولية الحاكم رياض سلامي في كل ما يجري اليوم؟ هلا حاكم مصرف لبنان جرب بفترة من الفترات انه يهدي الوضع من الانهيار. لما كان يتكل على موضوع التدفق المالي على لبنان، وكان دائما يؤشر الى انه هذا المسار اللي ماشيين فيه ما بيؤدي الى نتيجة. يمكن 2016 كان لازم هو يدق جرس النزار. لما اجى جرس الانذار عمل السواب اللي عطت نفس للمؤسسه للسلطه السياسيه تستمر بهالهدم. يعني كان عم بيأجل الازمه، كان اجل الازمه بالاتفاق مع السلطه السياسيه، اجل الازمه على اساس يمكن ان يستفيق هذا الوحش السياسي الموجود. لم يستفيق، بالعكس راح على شيء مخيف. ب 2018 عنده انتخابات، عمل السلسلة، وظف ناس، يعني بدل ما يكون يستوعب ويرجع لورا قدم لقدام نحو الهاوي وجاب الولد معه نحو الهاوي. يعني مسؤولية الحاكم أين هون؟ عنده يعني أنا لماذا بقي، يعني هذا السؤال 2016 كان لازم هو لماذا بقي مستمرا في هذه السياسة وبهذه التوافقات مع سلطة سياسية هو يعي جيدا أنها لن تصلح نفسها وأنها فاسدة وأنها غير قابلة للإصلاح. أنك أنت تأسسي أو أنت تعمل التريجر، تعملي انت الفقسه تبع الانهيار، مش هينه. ما في انسان بده ياخذها بهالسهوله، لانه هو لو وقف عن تمويل الدوله مثل ما كان لازم يعمل بالمطلق كان اسس للانهيار اللي كان صار 2016، بس كان قالوا هو اسس للانهيار. ما هلا عم الاتهامات لإله كمان، يعني عم نشوف هلا الانهيار وصل، الاتهامات الموجهه نحوه بشكل اساسي. هلا الانهيار وصل لانه ما عاد في مجال لتمويل الدوله بالعمل الصعب، نطع السطر. عمل هو 2016 الهندسه الماليه لقدر كفة تمويلها ولينبهن انه انتهت صلاحيه هذا النظام. هن بدل ما يفهموا هذا الموضوع عملوا انتخابات، عملوا سلسلة، وظفوا ناس، استمل. يعني اخر هندسه ماليه صارت بتموز الماضي. لا يعني لا هيدي يعني بقيت السياسه نفسها مستمره. هو الاشاره تبعه 2016 هذا اللي كان الموضوع الاساسي. وانا قلت هون كان بيقدر يمكن ياخذ غير موقع، بس ما انا هيني الواحد يقول انا بدي وقف النظام، مش هيني، لانه كان وقف النظام يلي والوعي وعناها هلا كنا وعناها قبل اكيد، لانه ما عاد في مجال للتمويل، لانه انت ما تنسي. بس لو وعناها قبل ما كانت اقل كلفه من اليوم، اقل كلفه يعني ربما. يعني هذا كنا عم نقول انه عم ناجل الازمه ربما، بس انه النتيجه ذاتها ما بتغير. هذا كلنا فينا نضوي على مكان، كلنا فينا نحط مسؤوليه على مكان، بس انا يعني بشفافيه كليه بقول الاساس النقطه الاساسيه الجوهريه اللي هي اسست لكل هذا الموضوع هو موضوع النظام السياسي، وهذا هذه اللي بيقول المحاصصه الموجوده وتقسيم السلطه الى سلطات. لما بتقسمي السلطه الى سلطات بتبطل فيك تحاسبيه، ببطل في سلطه بالاساس، ببطل في القدره على انك تديري بلد، ببطل في القدره انك انت توعد الناس باي شيء. هلا نحن اذا بنطلع بنشوف الارقام تبع لبنان، لانه هلا شو بدي انا من الماليه العامه والهدر وهذا الانحدار الفظيع حول هذه الهاوي، رغم الاموال 165 مليار كان عندنا ودائع بلبنان، شيء مخيف. بدل ما هدول ناسس فيهم لنعمل منا جنه، وين راحوا؟ حرقناهم. وين راحوا؟ لأنه اقتصادنا هو اقتصاد بقولوا مخنوق، مقطوع عنه الهواء، وغير منتج، وغير ما عنده القدرة على التنافس، لأنه أسبابه كثيرة جدا، لأنه تشريعاتنا قديمة، لأنه طريقة إدارتنا للبلد متهلهلة. حأعطيك مثل بآخر رابور طلع من البنك الدولي على قضية دوينج بزنس، يعني أداء الأعمال، بصنفه البنك الدولي كل سنه بيطلع مؤشرات على اداء الاعمال وهي اساس بيأبجي قديش البلد هو مؤهل يستقطب اموال. بيقول اي تاريخ يعني؟ هذه 2019 2020. نعم. لبنان على 180 بلد، شو مركزه؟ 143.
طب لما بيكون مركز لبنان وبيحدد بتفصيل شو هي التشريعات، شو هي الاجراءات، شو هي الاساليب العمل اللي موجوده اللي هي يعني ما بتخليه انه يتقدم، وصلنا مدي هيك. لما بنطلع على الامارات قديش مركزها؟ 16. لبنان 143، لبنان 143، امارات 16. إذا أنا باخذ تأشيرات يمكن 1974 كان لبنان شي 20 والإمارات شي 150. طيب يا عمي حدا إجا حلل لماذا؟ حدا قال حلل لماذا؟ مش موجود.